الله طلع انه ابو زين. اي نعم زين. رفيق الدرب هذا يعني 14 سنه او 15 سنه يعني كلش يعني. وين نور حاليا؟ نور اتجه للاعلام مقدم. لا هو يعني اعتزل؟ اعلن اعتزاله؟ لا ما اعلن بس ابتعد عن الرياضه كلش. ابتعد يعني انا متواصل وياه يعني قبل تقريبا اي يومين متواصل وياه. ابتعد يعني عن الرياضه ابتعد. اها. اتجه للاعلام. الى عوده للرياضه مره ثانيه؟ ما اعتقد لا ما اعتقد. ما تعتقد؟ اي لا ما اعتقد. بس انا احب الصوره الاخرى. حبيبي جلال سيد جلال حسن اتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع باسرع وقت. غيابه اثر على المنتخب، على شكل المنتخب، على هذا المركز؟ لان اللعبات الوديه التجريبيه الرسميه كان موجود جلال. صحيح. فمن طلع جلال شوف اكو صار اكو فراغ. اكو فراغ بركة بهم موجود كان محمد حميد ولا كان فهد بس لعبات وديه رسميه اي بطوله شوف جلال. متواصل ويا جلال؟ اكيد. شنو نوع اصابته؟ شنو الخطيه؟ لا لا ها سلام كنت احكي وياه فالحمد لله جاي يتمرن ويتاهل ان شاء الله. الولد كله يعني اليوم كنت احكي ويا مهند علي فانا متواصل ويا الجميع. جايك واحد واحد. الصوره الاخرى